السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مونتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها راقٍ وما بصماتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا الغاليين متابعي قناة آية وحكاية على اليوتيوب، بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الحياة الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سير الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وله والقادر عليه. سؤال مطروح الآن، أقدم لابني في الأزهر أم في التعليم العام؟ وأنا من باب النصيحة لأني أحبك وأنا أزهري، يعني شهادتي في الأزهر تبقى مجروحة، ولكن والله أتكلم بإنصاف. لو جاء نقارن بين التعليم العام في التعليم الأزهري هتقول لي مثلا ما هو ما عادش في تعليم، هقول لك ماشي أنا موافق معاك، لا في لا دول بيعلموا ولا دول بيعلموا، ماشي. لو جاء نقارن نقول بس إن في الأزهر هيتعلم أصول دينه من تفسير وفقه وحديث، وطبعا عشان الفزاعة اللي بيقولها لنا ابنك في سنة أولى ابتدائي أو في سنة تانية هياخد 17 مادة، مفيش الكلام ده. كل مرحلة ابتدائية من أولى وتانية وتالتة ورابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا الغاليين متابعي قناة فرسان المنابر، بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الحياة الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سير الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وله والقادر عليه. رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات، فما من معركة قادها المسلمون ضد أعداء هذه الأمة إلا وانتصر فيها الإسلام والمسلمون. قال أول معركة معركة غزو بدر، غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان في اليوم 17، وسميت بمعركة الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، فانتصر فيها الإسلام على أعداء هذه الأمة. الغزوة الثانية غزوة فتح مكة، انتصر فيها الإسلام على كفار قريش، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بعد أن أخرجوه منها، وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال النبي صلى الله هذا تعذيب للإنسان. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن الجو في الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها، قال سبحانه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني جو معتدل زي كل كده في الربيع. فهذه كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى تجعلنا نتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالإنسان يجب أن يحمد الله تبارك وتعالى سواء كان في فصل الشتاء أم في فصل الصيف، والإنسان بطول لا بيعجبه صيف ولا بيعجبه شتاء. هنيجي للشتاء اقول لك البرد وكان فين بتوع الصيف، ونيجي الصيف نقول فين بتوع الشتاء. احنا ما بيعجبناش العجب الا من رحم الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه عليه وسلم. فاحنا نريد باخلاقنا الاخلاق الانسانيه في هذه الايام الى ما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ان يخرج من الجمعه إذا سألته الإمام كان بيتكلم عن إيه؟ مع أنه ممكن الإمام أصلاً وضع عنوان للخطبة يقول لك كان يتكلم عن الإيمان والإسلام والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. طب ماشي، دي لي موضوع، دي لي وحدة، ما يقدرش يقول لك حاجة. طب ليه؟ وكأنه كان يجلس ما هوش معاك أصلاً، ما هوش في خطبة الجمعة، وأنت ستسأل عن ما قال الإمام في خطبة الجمعة وماذا عملت فيه كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا يا رفقة الأحباب أن نعود لعمارة المساجد، وأن هذه المساجد طبعا لله تبارك وتعالى، فالمسجد وبيته كل تقي كما بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن تعود لهذه الأمة كرامتها إلا إلى ما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا منشئ اليوتيوب أو المنصة اليوتيوب هي في أمريكا، فيقدم هذا الدخل بالدولار. طب انت بقى احقق هذا الدخل اما يكون حققت 1000 عند على القناه، 1000 مشترك حقيقي، يعني عند 1000 مشترك، وحققت 4000 ساعه مشاهده. في هذين الشرطين اليوتيوب يقدم لك دخل مادي، بشرط ان يكون محتوى خاص بك،
يعني مثلا انا عن نفسي بقدم محتوى اسلامي، كل انسان بيقدم محتوى بس يكون هو بيظهر بنفسه، او مثلا صوته، بصمه صوته، ما يكونش بيقتبس من حاجات اخرى. ففي هذه الحاله اليوتيوب بيدخل الانسان صاحب القناه دخل مادي طبعا على الـ على الدخل على المنصه بتاعتهم وما الى ذلك. ولكن ايضا انا عايز اذكر حضرتك، بس طبعا كانت قناتي دينيه، فعايز اذكر حضرتك بحاجه. في هناك زي ما في حسنات جاريه في سيئات جاريه. يعني ايه حسنات جاريه؟ الدل على الخير له اجر فاعل. يعني انا دلوقتي مثلا بقدم محتوى اسلامي، انا هذا المحتوى مثلا ممكن ينفعني في الدنيا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.